طيب اطمنا على البعثة واطمنا على حاضر الفريق وعلى مستقبله في البطولة إن شاء الله، لكن دايما وأبدا زي ما تعودتوا في ملك وكتابة إن احنا بنحاول نتوقف مع تاريخنا، بنحاول نتوقف مع رموزنا، وبنحاول دايما أن نضيء الشموع الحمراء. الدكتور محمود بجنيد، دكتور محمود بجنيد توفاه الله بسبب هذا الفيروس، نجاكم الله جميعا وحفظ الله مصر وأهلها وكل الناس الحياة من هذا الفيروس اللعين. انتقل إلى رحمة الله الأسبوع الماضي، قبل منه بثلاث أربع أيام توفت السيدة حرمه دون أن يعلم بوفاتها، ورحل الاثنان دون أن يعلم أي منهما أن الآخر قد هو احنا عاملين ضروري تقرير عنه، لكن أنا هسمح لنفسي أتكلم. عايزين قبل التقرير ولا بعد التقرير؟ نشوف في هذا التقرير، لأنه كان زميل دراسة يعني. نشوف في هذا التقرير الصوتي جانب من مسيرة الدكتور محمود بجنيد عليه رحمة الله. فارس نبيل معطاء صاحب خبرات كبيرة في مجال صناعة واقتصاديات الدواء، وأمين صندوق النادي الأهلي السابق، وصاحب أكبر عقد رعاية في فترة تواجده بمجلس إدارة المارد الأحمر. إنه الدكتور محمود بجنيد أمين صندوق النادي الأهلي السابق الذي وافته المنية بعد صراع مرير مع الكورونا. بدأ محمود بجنيد رحلته مع النادي الأهلي في عام 1956، وانضم لصفوف قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في عام 1958، وتدرب على يد مدربين كبار مثل محمد عبد صالح الوحش ثم كامل مسعود، إلا أن الإصابة حرمته من استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة. بجنيد الرجل الذي ساهم في العديد من التطورات في عالم الأعمال خلال مسيرته وإدارته الحكيمة، ولم يتوانى في خدمة النادي الأهلي في أي مكان حتى آخر رمق، رافعا شعار خدمة الكيان لا تحتاج إلى مناصب. بدأ مشواره مع القلعة الحمراء مسؤولا عن لجنة تنمية الموارد، ثم المستشار المالي ورئيس لجنة حقوق الرعاية وأمين للصندوق ونائبا لرئيس مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية، كما تولى منصب العضو المنتدب لقناة النادي الأهلي. محمود بجنيد الذي عاصر العمالقة في النادي الأهلي يعد واحدا من الجيل الذهبي لمجلس إدارة الأهلي الذي حقق الكثير من الإنجازات برئاسة حسن حمدي، بجانب دوره في تعظيم عقود رعاية القلعة الحمراء في العديد من الدورات. محمود بجنيد دخل دائرة الترشيحات حول توليه رئاسة لجنة الأندية المحترفة بما يملكه الرجل من سجل ناجح مع واحد من أكبر الأندية المصرية، عندما حقق معه طفرة مالية في فترة توليه أمانة الصندوق، وحقق وقتها أكبر عائد لعقد رعاية في تاريخ الأهلي. الدكتور بجنيد أعلن عدم خوضه الانتخابات الأخيرة في النادي الأهلي لحرصه على مصلحة النادي، واكتفى بمساندته لقائمة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب الذي حرص ومعه العديد من أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في تشييع جثمان رجل الشهامة والمحبة الصادقة والكرم، وأحد رجالات النادي الأهلي المخلصين إلى مثواه الأخير. يعني رحمة الله على الدكتور بجنيد، هو صديق شخصي، زميل دراسة، كان أصغر مني بسنة، هو كان في الفصل مع أخويا بس حامد اللي أصغر مني بسنة. لكن الدكتور بجنيد طول عمره كنت يعني نظرا لذكائه كنا مسمينه الكهين. 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 حتى ما كان يلعب كورة كان يلعبها بذكاء. مش بقوة. وهو شقيقه المهندس محمد بجنيد اللي كان ظهير أيمن في نادي الترسانة. فالحقيقة إن هم كرويين لكن أهلوية كلهم. أيوه. الدكتور بجنيد فضلنا على علاقة ولعب في ناشئين الأهلي، وبعد الإصابة
بطل شويه بعدين لعب شويه في نادي الجزيره كده تسالي يعني. الى ان عاد الى النادي الاهلي ليقدم دوره بعد ان اصبح رجل اعمال مرموق في مجال الدواء. صناعه الدواء والدواء بشكل عام، لان هو كان بدايته انه اشتغل في احد شركات الدواء اللي هو كان رجل اعمال كبير في مصر يعني واخد توكيلها، لكن انفصل عنه وهو يعني وقتها كان بيقول لنا هتشوف انا هعمل ايه. والحقيقه كان راجل بشوش ولطيف طبعا ويتحمل الناس. ما شفتوش عمره منفعل، كان عف اللسان قوي محترم بتربي. وبعدين موضوع الكورونا ده يعني، وهنا سبحان الله انا كلمته من شهر ونص. فاكر لما قلت لك ما بيردش على التليفون وقلت لي ده مراته؟ لا قبليها بشهر بقى كلمته قلت لها بجنيد يعني اخويا عايز ياخد الفاكسين وانا عايز اخد الفاكسين وانت راجل بتاع ادويه. قال لي انا ممكن اكلم لكم ناس بس انا مش مقتنع باللقاح. كان قلقان قوي خايف منه. شوف سبحان الله يعني هو واحد يستطيع بسهوله جدا انه كان يصل انه ياخد واحد من اهم صانع الدواء يعني يقدر يتوفاه الله بهذا الفعل. قال لي انا ممكن اوصي عليك وايد بالطريقه الفلانيه وبتاع دي. وبعدين بعد شويه عرفت ان هو دخل المستشفى هو وزوجته لما توفت ما قالولوش لكن منه باربع خمس قعدت اطلبه وبعدين ما رضيتش اقول له. فبعت له رساله قلت له انا عايز اطمن عليك بحيث ان هو لو عرف كان هيقول لي ادعي لي يا عدلي مش عارف ايه شفت يا عدلي. ما انا كنت اعرفه عائليا واعرف زوجته رحمه الله عليه. ولحق بها بعد اربع ايام. احنا بنقول الكلام ده يا جماعه عشان يعني طبعا رجعنا نقول تاني ان الاعمار بيد الله، وتاني تعددت الاسباب والموت واحد، ولكن دعونا ناخذ دائما بالاسباب. الحياه الدكتور بجنيد عليه رحمه الله من وربنا يشفي محمد اول اخوه لانه كان عنده كسر في الحوض. يعني ما اعرفش يعني ربنا معاهم جميعا يا رب. ربنا يشفي كل مريض باذن الله. الدكتور بجنيد يا جماعه ضرب المثل في صدق الانتماء للأهلي بجد، يعني مارس هذا الحب للنادي الأهلي وهذا الانتماء كنت تلاقيه متفاعل بشكل كبير جدا مع الأهلي ونتائجه وأحواله وشؤونه وهو بره مجلس الإدارة. طبعا هو أمين صندوق كان له إسهامات كبيرة جدا، وهو في مجلس الإدارة كان له إسهامات بأفكاره وبمجهوده وبانتمائه وبغيرته على الأهلي، لكن حتى هو بره مجلس الإدارة عمره ما شعر إن النادي الأهلي محتاج حاجة أو يقف جنب النادي الأهلي كداعم ماديا وتأخر أبدا. في أسرار كتير، في تفاصيل كتيرة جدا، لكنه كان باستمرار يبقى حريص على أنه يقدم كل الدعم للنادي، ويشعر بأنه المجلس أو اللي موجود مش محتاج حاجة إلا يقدر يقدمها. ما كانش بيتأخر أبدا. كتير من الظروف والأحوال اللي الراجل كان حريص دايما وأبدا على أنه يكون جنب النادي اللي كان بيحبه وفضل يحبه لغاية آخر لحظة. أنا أتذكر لكل الناس اللي بتحب النادي الأهلي تخدم النادي الأهلي أيا كان موقعها، هي هو في المجلس هو بره المجلس، يا دكتور بجنيد بلاش الانتخابات ديت خلاص أنا مش داخل، وتبصوا تلاقوه في مقدمة الصفوف الداعمة للمجلس اللي متوافق عليه، تلاقوه دايما وأبدا المجلس نجح محتاج حاجة، الفريق محتاج حاجة، عمره ما تأخر. يا جماعة ده سر الأهلي والله، الرجال دول هم سر الاهلي، هم اتعلموا كده. ايوه اتعلموا يعني ايه الاهلي فوق الجميع، يعني احنا مش مهم المناصب. ايوه اصل النجاح اللي هم في حياتهم ايوه حلو قوي انه يتوج انه يبقى موجود في النادي الاهلي كمسؤول، لكن هو يستخدم هذا النجاح في خدمه الاهلي. ايوه اذكر مره كان في يعني ندره في السيوله الماليه لظرف ما. ايوه وهتيجي فلوس. يا بجنيد بعت لنا مبلغ كده، كان مبلغ 3 مليون جنيه. بجنيد محتاجين دي فورا، خده ابعت حد ابعت حد روح بعت الشيك، بعت الشيك من حساب من شركته. لا هتردوهم امتى ولا هتعملوهم ازاي الموضوع ولا بيتكلم. على فكره النموذج ده متكرر. حاجة تيسير حاجة والاستاذ ياسين وغيرهم عاطف سلام وعيلة الجرحي أنا مش عايز أقول أمثلة لأن حظلم ناس. أيوه. لا يتوانوا على التصدي لدعم النادي. لدعم النادي وقت الحاجة. أيوه. مش عمال على بطال، والأهلي مش بيلجأ لدي عمال على بطال. إنما في لحظة
انت ما حساباتك كانت في لحظه كده فاكرها انت ما فيش سيوله، وخصوصا في السنوات الاولى بعد ايه 2010 و11 و12 وكده، ظروف النشاط اللي واقف والموارد جافه. فانا بشوف الناس دي فعلا شموع حمراء يجب ان احنا ننور بيها امام الاجيال الجايه. فيها تفاني كبير وفيها انكار ذات بالطريقه اللي احنا عايزين الناس تحب بيها الاهلي. يا جماعه ما حدش يفكر ان انا لا وانا من حقي وانا بقول وانا رايي. ايوه يا سيدي كويس والله، ما حدش بيصادر على حقك. لكن كل الناس دي ما كان لها راي، وراي مهم جدا. لكن ازاي نقول وفين من غير ما نصدر التوتر ولا الاحباط للكيان بتاعنا؟ هو ده عبقريه المكان وعبقريه الاشخاص اللي كانوا بينتموا اليه. عايزها تبقى ثقافه عامه. طموحي املي الله اعلم. وشوف يا جماعه، هي 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 قيمه الاهلي في هؤلاء الرجال اللي حواليه، لانه احنا مش بنتكلم بس على حد بيدعم ماديا، لا بيدعم فكريا. لما بتتكلم على قامات اقتصاديه من رجال، دول عماد الحركه الراسماليه الوطنيه. ما تشوف الشركات مين اللي ماسكها دلوقتي، شوفوا شركاتهم وشوفوا حجم اقتصادياتهم وحجم اسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، هتلاقيه حاجه كبيره جدا. احنا استعرضنا تشكيل كل شركه برئاستها واعضائها. عايز اقول لك الدكتور بجنيد في كتير من سفريات الرئيس السابق الرئيس مبارك، لما كان بياخد مجموعه من رجال الاعمال معاه المصريين الوطنيين، هي ابتدت مع السادات على فكره، كان بيبقى من ضمن الوفد الاقتصادي المرافق لرئيس الجمهوريه الدكتور محمود بجنيد. لما كنا بنروح اليابان في مشاركه الاهلي في بطوله العالم لعلك تذكر، بمجرد ما يوصل الدكتور بجنيد تلاقي الاجنده بتاعته مزحومه ومشحونه بلقاءات ومقابلات وزيارات لشركات عالميه كبيره جدا هو مرتبط بتعاقدات معاها. متخيلين قامات اقتصاديه بهذا الحجم لما تحط فكرها ومجهودها ووقتها لخدمه الاهلي؟ يقول لك اشمعنى الاهلي؟ لخدمه الاهلي تلاقي ما فيش راجل، عشان كده في شغل. بالظبط، انت لما بتتكلم على تعظيم موارد النادي، تتكلم على حقوق رعايه توصل لكذا، تتكلم على اداره مزايده عشان توصل بيها الى، كان الكابتن حسن حمدي رئيس النادي والدكتور بجنيد امين الصندوق، بيسيب له اداره عمليه المزايده الاهرام طرف وكل المؤسسات او الوكالات اللي داخله في السبق، اللي بيدير المزايده راجل اقتصادي كبير بحجم الدكتور محمود بجنيد، فبيوصل لافضل رقم يحقق مصلحه النادي الاهلي. فتطلع الناس تقول لك اشمعنى الاهلي بياخد؟ عشان فيه ناس، فيه افكار، فيه ناس مخلصه بجد. انت عارف يا استاذ ابراهيم، وانا هقولها دي ما هي السر، كله يعمل كده. الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب، وفي فتره الدكتور بجنيد كان بينضم، ايوه، وكانوا بيجيبوني كرست الشروط، ايوه، نحط فيها ايه جديد يزود حقوق النادي، حقوق النادي عشان نوصل لارقام اعلى، رقم اعلى، ونقعد كل واحد يجتهد ويفكر، وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا، وتتسلم بقى دكتور بجنيد وعدلي المزايده هو برئاسته وانا موجود، ونقعد نتكلم وندير بقى زي، والشركات مع بعض ليها طريقه طبعًا انك توصل لاعلى رقم، وتحفز الشركات. مش عايز كلام. فانا بقول لك السر النو هاو، انت من الاول بتبتدي صح. أيوة. بتبتدي اللي بيسموها الباقه. ايوه، انت هتدفع ايه مقابل ايه؟ فانا بقول لك هدي لك كذا وهدي، والسنه دي بقى يا جماعه خلي بالك زودنا لكم كذا، ايوه، وزودنا لكم كذا، ايوه، طب واحنا عايزين كذا، طب المزايده الجايه بقى، لان دي خلاص اجراءاتها تمت. ايوه، واخد بالك؟ ما حدش يقول اشمعنى وشركه كذا واهرام ايه، كله كان بيكسب لانها محطوطه صح، محطوطه انك انت تعظم مواردك من خلال تنميه الباقه. المجلس ده بيعمل ايه؟ دخل باقات جديده اللي احنا طبعا قلنا عليها الباقه الاقتصاديه، المجموعه الاقتصاديه. هو كانت اسوار النادي دي بيتحط عليها اعلانات وبالطريقه وبالديزاين ده وبالتصميم خالص ده خالص. اللي هيتوحد في كل أندية الأهلي وهيعمل كل مقرات النادي، هيعمل مئات البانوهات اللي هتتباع في الإعلانات، كل ده على فكرة. اللي بيقول لك اشمعنى الأهلي، هو الزمالك ابتدى قبلينا في السور بتاعه
والمحلات اللي اتعملت. بس ما كانتش اعلانات، كانت محلات بوتيكات. ده اهم. اه طبعا. اعلان ايه؟ انا والاهلي اللي يقدر يعمل محلات ده يروح في حته تانية خالص. صحيح صحيح. فاللي بيقول اشمعنى؟ انت قدرت ده ازاي وقدرت ده ازاي؟ دير بالطريقه اللي ايه، تنسى نفسك. تحقق لك افضل عائد. تنسى نفسك وتبقى النادي. اه. فمحدش يجي يقول لك لا، انت خدت اميز موقع وده دوله، اتسمح لك تعمل محلات ودي موافقات دوله، عملت سوق مش موجوده في مصر. ها قبل المولات وقبل الحاجات دي كان اهم سوق سور نادي الزمالك ده. طب انت عايز ايه؟ عايز يتعمل لك ايه تاني؟ ابتدي استثمر، ابتدي الاسوار دي ازاي تعمل اعلانات فوق الاسوار دي وتاخد موافقات وتتواج، مش تبقى اعلانات شخصيه. لا، حط اعلانات مدفوعه الاجر، خد فلوس. انت عايز ايه؟ عايز فلوس. المسؤول اللي يجي لك، اعطي المحتاج شبكه ولا تعطيه سمكه. بالظبط. فانا مش عايز واحد يديني فلوس، عايز واحد يديني افكار، بدل ما يحجز مكان في اعلانات شخصيه، لا يسيب الاعلانات دي ان النادي يجيب منها فلوس المساحات دي.